معانا استاذ لطفي نعمان نائب رئيس امانه الاعلام لوجه بحري والدلتا. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عايز اسالك النهارده عن رايك في الاختلافات بين الدوره الاولى للدوره الرياضيه الاولى للنقابه العامه للبترول والدوره الثانيه للنقابه العامه للبترول، شايف الاختلاف ده ازاي؟ طبعا في اختلافات كبيره. احنا نعتبر دلوقتي في سنه ثانيه، لو هنقول من على مستوى لجنة الإعلام فسنة تانية مختلفة عن سنة أولى. بالنسبة للدورة ككل، لو هنتكلم عن الدورة، كانت السنة اللي فاتت كانت موجود قامت بيه النقابة العامة للبترول بقيادة السيد محمد جبران وأمانات الشباب وأمانات الإعلام وأمانات المرأة وأمانة العلاقات العامة. كانت اللقاءات كلها، كان الناس كلها مجتمعين حوالين وليد جديد، عاوزين يعني زي ما يكون ينطلقوا بيه، وبالفعل انطلقوا. الامانه انطلقت بالتيم الجميل ده كله. طبعا اللي حصل ان الدوره السنه اللي فاتت الحمد لله كللت بنجاح، وكان من نتيجتها ان الدوره يعني تزامنت مع عيد البترول وعيد النقابي اللي عاملين بالبترول، وتعاملت في نادي بتروسبورت وحضر الوزير، واللي هو وصفها بنفسه انها كانت اكثر من رائعه. طبعا ده اعطانا تحفيز عالي جدا للنقابة العامة للبترول انها في نسختها الثانية تبقى افضل. وبالفعل في النسخة الثانية من الدورة الرياضية السنة دي اشتغلنا كلنا كتيم وورك واحد، دخلنا بقى الناس كتير، دخلنا مثلا المرأة زادت فعاليتها ومشاركتها، دخلت ذوي الاحتياجات الخاصة ودي ما كانتش موجودة، ودخلت كمان الفرق الناشئين من زي ما احنا شفنا في حفل الختام النهارده، وعدد الشركات زاد، يعني وصلنا لاكثر من 52 شركه من 40 شركه السنه اللي فاتت، وما زال العدد. يعني انا سمعت مره رئيس شركه بيقول انا ندمت ان انا ما يعني مش ندمت، يا ريتنا كنا طلعنا الناس بتوعنا، كان يقصد اللي هو اشتراكهم السنه دي في الدوره الرياضيه. فده طبعا اسعدنا واعطانا دفع ان ده نجاح للدوره الرياضيه ولكل من اشتغل فيها، طبعا بقياده السيد محمد جبران رئيس النقابه العامه للبترول، وامانه الاعلام طبعا الاستاذ هيثم زاد وعضو المكتب التنفيذي ورئيس امانه الاعلام، وموجودات امانات الشباب وامانات العلاقات العامه، وطبعا انا مش عارفه شهادتي مجروحه في امانه العلاقات امانه الاعلام، ولكن بيشاور لي زميل بيقول لي لا انتوا ليكوا دور وانتوا دور مؤثر، انتوا اللي اظهرتوا الدوره بتقام منذ سنوات وما كانش لها صدى ولا صوت، فانتوا دلوقتي بقيتوا لها صدى وصوت وطعم كمان. كل سنة وانت طيب وعقبال كل مرة تشارك فيها بإذن الله. كنتم معنا في ختام الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول.